L'exercice رقم 21 résoudre les équations suivantes. قال لك عطاونا اول ايكواسيون هي اكس ناقص 30 كتساوي 6 وعطاونا هذه شنو هي اكس كتساوي ناقص 30 نديوها الجهه الاخرى غادي تولي 6 زائد 30 6 زائد 30 هي 36 المعادلة الثانية x ناقص 45 كتساوي 0 يعني x كتساوي ناقص 45 تمشي ليها تولي 45 x ناقص 3.5 كتساوي 4.19 كتساوي x عفوا كتعطي x كتساوي 4.19 زائد 3.5 وهذه تجمع كتساوي هي 7 7 7 فاصلة فاصلة 69 7 69 عاوتاني عطاونا x ناقص 1.65 ناقص 3.42 كتعطي x كتساوي ناقص 3.42 زائد حتى دي سالبة تولي من لهي مجابة 1.65 كتساوي هدي الحسابات وتحسب باش ما تعطلوش بزاف نديرو دغيا دغيا ناقص 3.42 وبالتا ناقص عفوا زائد ياش زائد 1.65 كتعطيك ناقص 1.77 نتا غادي تحسبها باش ما حيت ما ممنوع تستخدم كالكيلاتريس على ما اظن وانا خصني يعني نحاول ندير التمارين بزاف باش يستافدو منهم بزاف ديال الدراري هادي كتعطي هاديش كتعطي اكس هاهي كتساوي ناقص 10 8 تولي لهنا ناقص 8 ناقص 10 ناقص 8 اللي هي ناقص 18 x زائد 5.8 كتساوي 3 يعني x كتساوي 3 ناقص 5.8 يعني هتعكسهم 5.8 ناقص 3 هي 2.8 والناقص هي ناقص 2.8 تقدر انك تأكد بالآلة الحاسبة 3 ناقص 5.8 هي ناقص 2.8 بالنسبة للمعادلة هذه x زائد 8 كتساوي ناقص 5 يعني x كتساوي ناقص 5 وهذه مجابة تمشي ليه تولي ناقص 8 تحسب ناقص 5 ناقص 8 هي ناقص 13 هي ناقص 13 نكتبوها غير حداها هادو هما شو شحال ديال التمارين نزيدو اخر وحده اف اكس زائد 6.5 كتساوي 10.5 يعني هذه كتعطي اكس كتساوي 10.5 كتبت هذه بلاصتها ودينا مجابة تمشي ليها تولي سالبة 6.5 10.5 ناقص 6.5 هي 4 وتقدر تأكد بالآلة الحاسبة ولا دير حساب ذهني ولا هكا تكتبو دونك هدا هو التمرين رقم 21 بالنسبة ليزيكزيسيس لخرين راه غادي تلقاهم كاملين كاينين في اللين في الديسكريبسيون ولا كتب في الروشيرش كتب اي تانسين هكا كتب اي تان معرفتش واش باينه مزيان هكا هكا خلي كتب في الروسيرش نتاع يوتيوب ولا في جوجل اي تان سيل مات هكا ولا مات واحد اسي ودير كوريجي كوري
جي نتاعاش اكزيرسيس اكزيرسيس مثلا باغي 22 دير اكزيرسيس 22 باج وتكتب الباج نتاع الاكزيرسيس هو 99 فهمتوا وغادي يطلع لك فيديوهات اللي شارح فيهم كاملين وكذلك بالنسبه للدروس الاخرين اللي ما عارفش هادشي هو شنو تكتب في الريشيرش ايتانسين مات واحد اسين كوريجي نتاع الاكزيرسيس الفلاني الرقم ديالو والباج والرقم ديالها ويطلع لك فيديوهات اللي داير انا وسميت لاشين وكلشي ولاشين هي هيدرولوجيك.